العلاقة الزوجية بين التلميح والتصريح والمختصين يكشفون الأسرار، نشوفها في التقرير التالي. مع الشريك الزوجي أو الحياة الزوجية قد تكون وما تزال حديث مجالس الكثير من السيدات. بعض هذه الزيجات قد تخجل من مصارحة زوجها بأبسط حقوقها، وتحديدا في العلاقة الزوجية تحت مسمى العيب أو الخوف من ردة الفعل المتوقعة. والبعض الآخر تسعى لإرضاء زوجها ولو كلفها الأمر الخضوع تحت مشرط الطبيب. بين هذه وتلك سيدتي يناقش الموضوع مع المختصين. طبعا ارحب بضيفتاي في الاستوديو، الدكتورة ندى الأطرش اخصائية نفسية اكلينيكية، والأستاذة الدكتورة نجل المري استشاري أورام وترميم وتجميل نسائي. أهلا بضيفاتي العزيزات. مرحبا بك. دكتورة نجلة، بداية بدأنا أو مؤخرا صرنا بنسمع أنه في عمليات تجميل للمناطق الحساسة النسائية، مين اللي ممكن تلجأ لهذا النوع من العمليات؟ حقيقة أي سيدة بتعاني أن العلاقة الزوجية عندها ما هي زي أول، ما هي زي بداية الزواج، أكثر عارض السيدات بيعانوا منه أنه يكون في مثلاً هوى أثناء العلاقة الزوجية، أو بيكون في مثلاً أصوات في وضعيات معينة، أو الاحتكاك في المنطقة ما هو زي أول. صحيح. أو وصولها للنشوة سواء من بداية الزواج ما هو موجود، أو تغير بعد أول أو ثاني بيبي، فتلجأ هذا النوع من العمليات. بالضبط. ايش هي العمليات هذه تحديدا عفوا؟ بالعاده على حسب المشكله ايش هي، يعني في كذا مشكله وفي كذا عمليه تتعمل. لما يكون الاحتكاك بيقل، او عاده بتكون ما له دخل بعدد الاطفال، يعني لا دخل بنوعيه الولاده، اذا في طلق صناعي، اذا وزن البيبي تعدى 3.5، اذا تاخرت وهي بتولد، اذا مثلا ولدت بسرعه، في سيدات مثلا بياخذوا اشياء شعبيه عشان بتولد. صحيح. بسرعه، بس هي بتضر نفسها وهي ما تعرف، فبتفرط العضلات. هذه كلها تعمل ارتخاء للعضلات في عضلات المهبل تحديدا. بالضبط. والاسباب الثانيه اللي ما لها علاقه بالولاده، مثلا الحين كثير عمليات التكميم، خساره الوزن بشكل كبير في فتره بسيطه، برضو بتضر العضلات، لانه السيده بتخسر اشياء ثانيه بتفيد العضله. الاشياء الدهون طبعا. بالضبط. الدهون والنوع فيتامينات بتفيد العضله نفسها. الاشياء الثانيه مثلا في وضعيات معينه في الجيم اثناء رفع الحديد. صحيح. بتخلي السيده مثلا بتزحر، الامساك المزمن نفس الشيء، اي حاجه، الكحه المزمنه، الناس اللي عندها مثلا ازمه ربو بتكون 3-4 سنه معها كحه مزمنه، اي شيء بيزيد الضغط في البطن ممكن بياثر على العضلات. تمام. دكتوره نجله، كنت ابغى اسالك يعني ليش احنا الى مجتمعنا الى هذه الفتره الكثير من دكتوره ندى عفوا كثير من السيدات والفتيات يخجلن انهم يتكلموا عن الالام النفسيه والجسدية اللي يشعروا فيها، خصوصا في هذه العلاقة الزوجية؟ لأنه إحنا ما عندنا الثقافة الجنسية الصحيحة. يعني إحنا عندنا 3 أنواع من الثقافات الجنسية. الثقافة الجنسية الغير صحيحة اللي بياخدها بيبدأ يطلع عليها الفرد في المراهقة من خلال قنوات مختلفة وكلها قنوات غير صحيحة. بعدين عندنا الثقافة اللا ثقافة جنسية، إنه كل حاجة عيب عيب، حرام، ما يجوز، ما يكيف. بعدين نحن عندنا يعني كثير من العوائل لسه بتربي عيالها إنه أنت أو بنتها إنه أنت المفروض إنك ما تتكلم عن الجنس. الجنس هذا أو الرغبة يعني الجنسية. هذه حاجة ما نحن ما نتكلم فيها. تمام. وفي الثقافة الصحيحة اللي مفروض تكون موجودة، إنه نبدأ نعلم أولادنا أو نتكلم عن العلاقة الجنسية أو عن الجنس بشكل عام بمراحل معينة، بمراحل التطور عند الطفل. فلما تكبر المرأة وكل حاجة عندها عيب، طيب، وبعدين المرأة دائما يعني تربى على أنك أنت اللي لازم تضحي، وأنت اللي لازم تكون الأفضل، وأنت اللي لازم تتحمل المسؤولية، فمن ضمن التضحيات هو التضحية والكتمان في هذه العلاقة. من ضمن التضحيات أنه أنت عندك مشكلة في أثناء العلاقة الزوجية، فبالتالي تروح تضطر أنه ممكن تعمل عملية عند دكتورة نجلة وهي ممكن ما تحتاجها.
ممكن يعني احيانا في كثير من النساء تلجا لهذه العمليات كنوع من انقاذ الزواج، وانا برايي هذا خاطئ. يعني العلاقه الحميمه علاقه جدا جميله ولها كثير من الفوائد. يعني انا العلاقه الحميمه دحين يعني من الدراسات بتقول بتساعد على تخفيف الام الجسم والصداع، بتساعد على الشعور بالسعاده عند كل الفردين نتيجة لإفراز هرمونات معينة مثل الدوبامين والأكسيوتسين وغيرها، بتساعد على انخفاض الوزن، بتساعد على نوع من بتعمل حاجة من التفريغ الانفعالي عند الرجل وعند المرأة. الشعور بالرضا والشعور بالرضا عن الذات وإلخ. طيب فهذه الأشياء كلها طيب لو ما كانت موجودة في العلاقة الحميمة أو ما أدت لها العلاقة الحميمة، العملية لحالها ما حتأدي لها أي حاجة. طيب دكتورة نجلة، خلينا نرجع لموضوع عمليات التجميلية. هذا النوع من عمليات التجميل في أي عمر ممكن أن تعملها السيدة؟ وقد إيش فترة النقاهة اللي تحتاجها السيدة حتى ترجع تمارس حياتها الطبيعية من جديد؟ وبيسكلي ما لها عمر معين، يعني يعتمد على الحالة أكثر. يعتمد أنت إيش صار معك، أسباب تعرضتي لها أدت لهذا الموضوع. طبعا العمليات مختلفة، ممكن عمليات الليزر البسيطة اللي في العيادة اللي ممكن بتشد العضلات عادة بشكل عام، بس ما هي قاعدة للسيدات اللي جايبين أقل من 4 أو 5 أطفال بتنفع معاهم هذه. طبعا مو أي جهاز، يعني في أجهزة كويسة وأجهزة ما هي كويسة. يعني بالليزر؟ بالليزر، ما هو إجراء جراحي. ما هو جراحي. لما يكون في سقوط أو نزول، طبعا هذه تكون حالة طبية فيها ألام أثناء العلاقة الزوجية، فيها ألام في الحياة العادية، فيها ألام لما توقف وتطول واقفة، ألام هي ما تعرف من وشه، ممكن تروح تخصصات غير. الشيء الثاني بس تعقيبا للي قالته الدكتورة، إن العلاقة الزوجية بتسوي كل الأشياء الحلوة اللي أنت قلتيها إذا وصلت الزوجة للنشوة، للأورجازم. طبعا 70% من السيدات عالميا ما بيوصلوا للنشوة. أوكي. ليه دكتورة؟ أنا أقول لك ليش. هي مشكلة عالمية يعني، واتعملت عليها مؤتمرات من إلى الآخر. شيء اكتشفناه أنه في سببين للموضوع. المنطقة الجي سبوت هي المنطقة التقاء العصب اللي السيدة لو صارت منطقة طبيعية هي بتوصل للأورجازم وتصير الأشياء الجميلة اللي أنت قلتيها. المنطقة هذه very sensitive، العضلة اللي فيها مرة حساسة، فبيصير لها ضمور من أشياء بسيطة. في تقريبا 60% من السيدات من الفتيات بيصير ضمور أثناء البلوغ. طبعا السبب بالذات ما احنا عارفينه ليه إلى الآن، under study ما نعرف ليه. طيب. هذول البنات اللي بتقول لك أنا من الزواج ما بحس بشيء، والموضوع بيصير بس موضوع تأدية واجب وغصب تروح وراسي يوجعني بروح أنوم الأطفال وكل الأعذار هذه. ما هو هذا تلميح بتصريح ممكن يعتبر. بالضبط. 40% خلينا نقول، ممكن مو 40، 10% طبيعيات ما عندهم أي مشكلة. 30% بتكون بداية الزواج كويسة ما عندها مشكلة، لما يصير الارتخاء بيصير لها ضمور المنطقة. يعني كمان يعني فوق ده كمان في ضمور يصير. بالضبط، يعني الارتخاء لانه ما في احتكاك، صار المنطقه زي اليد لما تحطيها في جبيره، تشيل الجبيره بعد شهر اليد صار نفس الطريقه. ما في احتكاك فما في حركه للعضله فصار في ضمور. هذول النوعين اللي يصير عندهم ضمور اثناء البلوغ او اللي يصير عندهم ضمور من التوسع، اذا ما في اسباب نفسيه وفي حب وموده وهي بتحاول تستفيد بشكل كبير، يعني خلينا نقول لك يصل ل 95% من العمليات من الاوبر حقه الرغبه الجنسيه. في اذا في توسع بتستفيد من العمليه زائد الاوبر. ايبر فين يتم حقن الايبر؟ في الجي سبوت. يعني مثلا زمان كانوا يحقنوها في البظر، للاسف في لسه سنترز بيحقنوها في البظر، هذه بعد شهرين تسوي برود ما يتعالج. فللسيدات اللي مثلا لسه بتيجي بتسالني دكتوره حنحقن في البظر، لا هذه بيسوي ردة أشياء حتضرك بعدين، يعني لو سوينا هذا الشيء أثار جانبية لها. أيوة. الإبرة هي جي سبوت وأو شوت، ثنتين مختلفتين. لو في الضمور شديد وهي من البداية من البلو ما بتحس، بتاخذ الثنتين تنحقن في مكان الجي سبوت جوا. طبعا مكانه يختلف، في ناس على 3 سنتي، في ناس على 5 سنتي. بتشوف بتمارس العلاقة الحميمية بعد 4 ساعات من الحقن، وتحكم على الأوبر إذا هي تحتاج زيادة أو لا تقريبا بعد 3 مرة يكون في جماع. جميل. دكتورة ندى، بعض الأزواج للأسف الشديد لعدم توفر الثقافة الجنسية عندنا سواء من ناحية الرجل أو من المرأة، بس تحديدا خلينا نقول من الرجل،
يحط زوجته تحت ضغط انه احنا غير ما احنا مبسوطين، احنا ما احنا سعيدين، علاقتنا الزوجيه الحميميه فاشله، ممكن يهددها انه يتزوج عليها وحده ثانيه. فبالتالي تضطر المسكينه ان هي تحاول تعمل المستحيل، مع انه ممكن هي ما تحتاج مثلا تلجا لطب، ممكن يكون في كيمستري مفقوده بينهم هم الاثنين. ايش اللي بيخلي الزوجين يوصلوا لهذه المرحله من العلاقه الزوجيه؟ ليش ما بيكون في بينهم تفاهم؟ او متى لازم يكون التفاهم موجود؟ طيب بس قبل ما اجاوب على هذا سؤالك ابغى اقول تعليقا على كلام الدكتوره، ليش المراه ما قاعده تحصل، او ليه في فكره او في دراسات تقول لك انه المراه ما قاعده تحصل على الاورجازم؟ هذا كلام مو صحيح على فكره. كل امراه تستطيع ان تصل بالعلاقه حتى لو لم تحب الرجل. وانت شكلك حتزعلي. طيب حتى لو لم تحب الرجل الى النشوه الجنسيه اثناء الجماع، نفس الرجل. طيب حتى الرجل نفس الشيء. لكن هي القضيه في نظره المراه لنفسها اثناء العلاقه. النساء دائما اثناء العلاقه بشكل عام بتنظر انه هي يعني زي مجرد نقول وسيله. يا اكزاكتلي. او انا مثلا بتستخدم الجنس المراه بطريقه او باخرى، اي ضد نفسها وضد الرجل. طيب هذه الاشياء من العوامل اللي بتخلي الأورجازم تتأخر. وفي نساء ترى يوصلوا الأورجازم يقول لك ما وصلت. ليش؟ لأنه هي عندها نوع أنه ما تبغى، يا أو خوف. أنا عندي ناس يجوني في العيادة تقول لي أنا وصلت بس أنا ما أبغى، أنا حاسة بالذنب، أنا بدخل أبكي. ليه؟ نتيجة للتربية، عيب أنها تشعر. طيب تخاف من، فأنا برأيي هذول ما شفتهم الحريم، هذول أنا بشوفهم. فأنا برأيي أنه لازم نربي المرأة على أنه الجنس ضمن الزواج هو شيء جميل، والتعبير عنه شيء جيد، والحوار ومناقشته حاجة مسموح فيها. طيب على الكلام على شيء رجل قدامك دكتورة ندى، لو جات الزوجة وتكلمت معه بالصريح ما ممكن يبهدلها؟ من فين عرفت الأشياء دي؟ طب الرجل برضو المرأة والرجل نتيجة المجتمع. نحن لو زنعنا الوعي في هذا المجتمع الرجل حيتغير والمرأة حتتغير. مظبوط. ما حيوقف الموضوع على الرجل والمرأة بس، يعني هم نتيجة. بس الرجل مسموح له أنه ممكن يفكر الأفكار دي لأنه رجل في مجتمعنا. لا، الرجل لا يستطيع التعبير عن انفعالاته الجنسية كالمرأة. طيب دكتورة هذه حقيقة صادمة، يعني نفسيا لا يعبر، ويخاف الرجل من التعبير عن العلاقة الجنسية، ومسكين هو اكثر مننا يخاف. ليه؟ لانه احنا لما نجتمع الحريم مع بعض ندردش نتكلم، الرجال صامت انفعالاته صامته، فهو يحس بالالم اكثر من المراه. بس يطلع على زوجته نوع من الاسقاط. يعني طلع عقده النفسيه. لا مش عقده يا ستي، هو اصلا مو فاهم انه هو عنده عقد. هو مو فاهم، هو نوع من الاسقاط. بعدين الموضوع مرتبط بالذكوره، بالرجوله عند الرجل. اكيد. طيب مش يعني النظره للجنس عند الرجل، انا رجل فانا استطيع ان اتم العمليه الجنسيه، اذا ما اتمها في اشياء كثير طاحت، هو كده مرتبطه عنده. نحن لازم نزرع وعي بشكل عام. احيانا يكون من طرف واحد. طبعا هذا الموضوع لمساله نسبيه، حناخذ تفاصيل اكثر، لكن مشاهدينا حنطلع فاصل ونرجع نكمل نفس الفقره. مشاهدينا عدنا نكمل نفس الفقرة، العلاقة الزوجية ما بين التصريح والتلميح، وحنرجع طبعا نتكلم عن أكثر في هذا الموضوع بتفاصيل. دكتورة نجلة، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن العمليات اللي ممكن تلجأ لها المرأة أو الزوجة حتى تعزز من العلاقة الزوجية بينها وبين الزوج، لكن خلينا أسألك عن هذه العمليات. ذكرتي كان في نوع إبر أنها تحفز للوصول إلى النشوة، بالإضافة إلى ذلك بعض العمليات الداخلية سواء كانت جراحية أو بالليزر. لو نبغى ناخذها واحده واحده، تقولي لي ايش هي الاثار الجانبيه او الالام اللي ممكن تتعرض لها الزوجه او المراه؟ خلينا نبدا اول شيء بالليزر. يعني مثلا في الليزر ما بيشتغل مع كل الحريم. يعني في حريم بيسووا ليزر ما بيفيدهم. ليش؟ لانه هي مثلا ارتخاء. تعدت موضوع الليزر بس ما تبغى تسوي عمليه، او ما تبغى تسوي شيء زوجها مثلا يعرف انها مسويه شيء، فتسوي ليزر لانه ما في امتناع عن الجماع. فهمتي قصدي؟ فهذه واحدة. الشيء الثاني ممكن لو الليزر اتعمل مثلا على التهاب ممكن بيزيد الالتهاب. فهمتي قصدي؟ التهاب الرحم. لا مش التهابات نسائية، الفيروسي. اوكي.
اللي هو الفيروسي التناسلي اللي يجي من تعدد العلاقات خارج منطقة الزواج. نعم. فلو عندها الفيروس هذا وعملت الليزر ممكن ينشط الفيروس تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. طبعا هذا الفيروس ممكن يؤدي إلى سرطان عنق الرحم. لو تعمل بس الروتين انه يتعمل باب سمير او نسالها عامله باب سمير او 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 هي مثلا تعمل باب سمير برا وتجي واشوفه. تمام. لازم تعمل يتعمل الباب سمير. تمام. نجري اللي العمليه هي عينه مسحه عنق الرحم مسحه انسجه. اوكي. اذروايز هو كليزر ما في الم. التايم اللي نستخدمه مره قليل. بسرعه يعني تخلص. هي عاده الجهاز مصنوع انه يتعمل له 3 جلسات. تمام. بلس اور ماينس الجلسه الرابعه بعد 6 شهور لو احتاجتها. الكومنتس اللي يجي مثلا من السيدات انه بعد الليزر في فراكشن، بديت احس بالفراكشن، بديت اوصل للاورجازم اسرع او النشوه اسرع، المويات الاصوات خفت او اختفت على حسب يعني. نجي لموضوع الجراحه. طبعا سالتينا على الاعراض الجانبيه، هي جراحه يعني فيها تخدير وفيها مرحله الاستشفاء للجراحه قد ايش تكون؟ حيكون ما في جماع 6 اسابيع. عاده الناس الموظفات ممكن لو تحتاج سكليف ما يتعدى 10 ايام الى اسبوعين. هذا صارت ولاده لانه انت ما تبغي مثلا تطول وهي جالسه مثلا غصبا عنها مثلا اذا شغل مكتبي، بس يعني بتاخذ وقت نقاها، فتره نقاها طويله. طبعا طبعا لانه اتس مسل، عضلات طالعه من مكانها انت بترجعي مكانها. ففي نسبه انه لازم حركات معينه ما تسوينها، مثلا فتره معينه تكون الصلاه على الكرسي مثلا تقريبا فتره 2 اسبوع. بالنسبه للابر لا، الأوبر ما فيها يعني، الأوبر بتاخذها بعد 4 ساعات فيها بنج موضعي؟ طبعا الإبرة نفسها فيها بنج موضعي، التيكس من 3 إلى 5 دقائق في العيادة. طبعا لو حناخذ البلازما بس حتنا 10 دقائق بس نصفي البلازما ناخذها. تمام. بعدين نحقنها في مناطق متعددة من الجزء الأمامي من المهبل. الجي شوت بنحقنها في الجي سبيس نفسه. بعد 4 ساعات زي ما حكيت ممكن تمارس العلاقة الجنسية. تمام. وتحكم إذا هي حتحتاج زيادة أوبر بعد ثالث جماع. عادة اللي يحتاجوا زيادة ما يتعدى يمكن 2%. 2%. طيب دكتورة ندى، يعني بعض الناس يعتقد انهم انه بعد اجراء هذا النوع من العمليات انه العلاقة الزوجية سوف تزدهر وتقوى اكيد بعد العملية، قد ايش مهم التوافق الزوجي بين الزوجين وفهم نفسيات بعض ومبادرة الزوج والزوجة وتفهم بعض لحالتهم النفسية واحتياجاتهم الجنسية؟ دحين في دراسة بتقول أنه 82% من المتزوجين إذا كانت العلاقة الجنسية عندهم تؤدي إلى المتعة فحيصير في توافق في الحياة باقي كلها، في باقي الأشياء الثانية. طيب، فإذا أنا بقول إذا المرأة كان كيف يحس في متعة، مقاطعك بس كيف يحس في متعة هو ما يحس في شيء يدخل يطلع يعني مرة وسيع الموضوع يعني. جماعة، لو كان في عندها مشكلة عضوية يعني وهي حاسة في هذه المشكلة وهم الاثنين عندهم صار بينهم حوار ووجدوا انه عندهم في مشكلة عضوية، طيب مش شرط هي، ممكن يكون عنده هو عنده مثلا الحجم مش مناسب، يعني بدي اقول لك يعني ممكن الانتصاب مش يعني كامل، ممكن يكون عنده اي مشكلة، هو ممكن كمان عنده مشكلة، يكون عنده اي مشكلة. ما انا بقول لك في شيء له علاج وفي شيء ما له علاج. يعني السايز يعني العمليات حقت الرجالية اثبتت فشلها، والاوبر اثبتت فشلها، والسايد افكت حقها خلاص يعني نازل رهيب. النساء تاخذ الدور، لا 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 هي اللي حتضحك المره لا لا انا ما اقول كذا، انا قلت رجعيها زي ما كانت. طيب بس اذا يدينا مهر جديد ومن قال ما يدوا مهر جديد وعرس جديد؟ مين قال؟ اذا يدوا مهر ويستاجروا فندق ويروحوا مالديف وينبسطوا يعني. ما انا هذا اللي بقول، فهنا لو حسوا انه في مشكله عضويه وانه هذه العمليه حتساعد وتحسن من هذه العلاقه ويوصلوا للمتعه، اوكي ليش لا؟ التغيير والتجديد هذا شيء مره جميل في اي حياه، في اي بوزيشن. فلكن لو كنت انت كامراه في بينك كثير من المشاكل وزوجك مثلا اكزامبل، كثير من النساء اللي بيجوني بيلجأوا او بيستشيروني، ها اروح اسوي هذه العمليه عشان انا زوجي مثلا لما بيسافر بيروح حريم يا او بيعمل كده او بيسوي كده، او هل انا لو عملت العمليه هذه حرضي؟ صح. طب انت تعرضي نفسك لعمليات زي كده علشان ترضي العلاقه نفسها، فيها شيء، فيها مشكله شرخ. طب هو ما بيجيني من الاصل، طب هو ما بيجيكي اصلا، ما في علاقه حميمه،
على اي اساس؟ لا ما بيجيها ابدا. انت تساليها اختلفتي عن اول ولا ما اختلفتي عن اول؟ انا ما قاعده اسال، انا عارفه انه هو حتختلف، ما هو حديها مهر جديد فاذا حتختلف. انا ما بتكلم، انا بتكلم انت كامراه لازم تقدري قد ايش انت تحتاجي هذه العمليه. عندك مشكله عضويه اوكي، عندك مشكله في علاقتك الزوجيه، في شخصياتكم، في الحوار معدوم، ما في توافق؟ لا. بس هذه ما تطلع بعد 10 سنين، هذه من البدايه دكتوره. لا تطلع بعد 10 سنين. يعني دكتوره نجله انت تضمني ان السيده اللي تقوم بهذا النوع من العمليه راح تشعر بالرضا الكامل في العلاقه مع زوجها؟ كذا يعني هذا هو ردك انه اكيد 100%؟ اذا ما عندهم مشاكل نفسيه 100%. والعمليه هذه سواء بيدي او بيد زملائي انقذت عوائل. نعم. يعني مثلا يجي هو وتجي هو وبعد ما تطلع يقول لك دكتوره انا لو ما ظبط الموضوع انا ماني حاسه اني قاعده بسوي اي علاقه جنسيه معه. مظبوط مظبوط. يعني انا يعني هذا مطلب اساسي اصلا في العلاقه الزوجيه، يعني هذه من الاساسيات اللي تكون موجوده، فمن الطبيعي انه الطرفين يحسوا باكتفاء وبرضا. بالضبط. يعني حتى هي نفسها تقول لك انا ماني زي اول، ماني مبسوطه زي اول. مي العمليه للرجل فقط، العمليه لها حتى السلف ستيل. مثلا واحده تقول لك والله يا دكتوره احسن ميك اب ارتست تصلحني، من احسن براند بجيب البس، بس ثقتي في نفسي في الارض. دائما الست تدور على الكمال والجمال، لاني انا بالفراش ماني زي اول، ماني واثقه من نفسي، واللمبات مطفاه، ولا حاسه اني مبسوطه، واو هذه الاشياء. فيفرق، يفرق معاملة، تفرق عطاءه، هو يفرق يعني سفرياته معاها تفرق، كل شيء يفرق. لا هنا حنقول انه هل العطاء للرجل يرتبط بالجنس؟ اذا صح، لانه الرجل هي هي هل العطاء، هنا نفرض السؤال، اذا هل العلاقه الزواجيه او الزوج والمراه هي علاقه جنسيه فقط؟ من لا لا يحتمل يعني اذا انت حتفرق. طيب انا بسالك سؤال، كم بيت ما كملوا لانه العلاقه الجنسيه غير مكتمله؟ لو تسألي من طرف ثاني، لا ممكن مش مكتملة لأسباب عضوية أو لأنه ما قاعدة أوصل للمتعة، يمكن هما الاثنين أصلاً مو ليه يوصل للمتعة؟ في ممكن أشياء نفسية، ما أنا هذا ممكن في أشياء نفسية ما توصل للرجل، ممكن ما يحبها، ممكن ما يحبها. يعني حتى هي لو صارت، هي لو رجعت قفلت هو ما يحبها إيش حتسوي؟ لا لا ما أقول لك كذا، أنا ما نعمم. أيوه يعني ما أقول لك إنه خلاص هي ما، لكن في نسبة كبيرة تعامل الرجل يختلف اذا هو راضي في الفراش، وما نقدر ننكر هذا الشيء. يعني هذه دحين نحطها كذا وخلاص. صح، بس البنت بتتربى على العيب والغلط، ولا واستحي ولا تسوي ولا تبادري ولا تبيني وما تقدر. هذول انا اقول لك ايش يجوا في العياده مشكلتهم؟ ممكن تعدي سنه سنتين ما صار في اي علاقه جنسيه. مزبوط مزبوط. يعني وهي ساكت وهو ساكته، واللي حواليهم وليه ما حملتي ليه ما حملتي، واصلا ما صار بيجمع. صحيح، لانه ما في مبادره. لا ولا أيوه. من ما في وعي وما في حوار هذه المشاكل. أيوه. بحكم الطريقة اللي تربينا فيها. طيب. طب هل هذا شيء غلط اننا تربينا على العيب وانه هذا الشيء ما نتكلم فيه ولا نفتح عين اولادنا عليه، ولا كيف نربي اولادنا؟ لا هو لازم يجي سن معين. يعني مثلا الوالد والوالده يحددوا انه في الوقت هذا لازم نعمل ثقافة جنسية او سكس مجرد ما يبلغوا الاولاد. أيوه. والبنات في نفس الشيء. مثلا في امريكا يعني كانوا بيجوا دكاترة نفسيين ودكاترة نساء ولادة تقريبا في المتوسط يجوا يشرحوا. صحيح. على الثقافة الجنسية. اي الثقافة الجنسية هذه ما عندنا اياها يعني. صح. هو درس واحد في العلوم في ثاني متوسط وخلاص. صحيح. طيب دكتورة ندى، احنا نرجع برضو لمحور حديثنا من الناحية النفسية، انه احنا قلنا تلميح وتصريح. في بعض الزوجات تعتقد انه هي مثلا لما تقوم مثلا وتغير لون شعرها وتحط عدسات وتركب رموش وكذا، انه هي مثلا لمحت لزوجها انه بطريقه او باخرى انه بتبادر يعني. بس في المقابل بتلاقي برضه رفض من الرجل، او بالعكس ممكن الرجل يحاول يبادر وبرضه مثلا بيلاقي رفض من الزوجه، ابغى نوم الاولاد، ابغى اعمل ابغى اعمل ابغى اعمل. ليش الى الان المتزوجين اللي مثلا لهم عشرات السنين ما عندهم الوعي انهم يصارحوا مع بعض، مع انهم هم اكثر اثنين قريبين من بعض من اي احد في العالم؟ لانه ما عندهم، نحن تربينا على موضوع انه ما نحاور، ما نقول لا، ما نتكلم حتى في الموضوع ده. يا حتى في الموضوع ده خصوصا في الموضوع ده. يعني انت حتى لما تيجي المراه تشتكي انه انا مش قاعده انبسط لامها مش لزوجها او لاختها، ايش حتقول لها؟ ايش رد امك؟ عيب، نحن ما عندنا الكلام ده. مظبوط. ايش حيقولوا الناس عنك؟ صح. بس طيب صح معاكم. فما في حوار، لازم تتربى او يصير عندنا وعي، وانه الرجل والمراه يتكلموا في كل حاجه، ويكون عندهم زي ما يكون
يربوا أهداف، ومن ضمن الأهداف اللي يربوها في حياتهم هي الأهداف الجنسية، يناقشوا أهدافهم الجنسية مع بعض. يا جماعة ناقشوا أهداف الحياة بشكل عام، الأهداف الزواجية ومن ضمنها حطوا الجنس. طيب فلو تربوا على صناعة الأهداف وصناعة الحوار ممكن يحلوا المشكلة ويعرفوا هم حيروحوا لفين، لكن لو ما تربوا على هذا الشيء حتفضل بينهم حواجز جاب كثير، مو بس في الجنس على فكرة، في العلاقة الجنسية في العلاقة الزواجية دحين في جاب في كل حاجة. طيب لو وأنا قاعدة أقول إنه دحين نحن منشوف إنه في وعي مرة كبير، وهذه المواضيع على فكرة بدأت تخف كثير، والناس بدأت تحاور، والنساء بدأت تتكلم وبدأت تعبر وبدأت تطلب، وهذا الشيء قاعد يصدم الرجل. أي صحيح، يعني الرجل في هذه الأيام مصدوم. طيب دكتورة نجلة، أنت قلتي في حلول جراحية وفي حلول غير جراحية، بس هل قد جاتك مثلا حالة لزوجة طلبت منك إجراء هذا النوع من العمليات وشفت إنها ما تحتاج وتكلمتي معها أو عملتي لها إجراءات تانية ممكن، أو حبوب ممكن تتاخذ كبدائل، يعني كبدائل عن العملية؟ هو شوفي في حبوب بس إلى الآن ما توافق عليها من منظمة الـ FDA إلى الآن. السبب الوحيد لأنه فيها بعض الأعراض الجانبية الهرمونية. أوكي، باقي الأشياء اللي تنعطى حبوب اللي موجودة الحين في السوق فيتامينات. فإذا أنت عندك مشكلة عضوية هذه المشكلة العضوية لازم تنحل. صح. فهمتي قصدي؟ يعني مثلا الأسباب، يعني مثلا اللي مثلا يجوا مثلا سيدة مثلا ممكن مشكلتها تنحل بجلسة ليزر جلستين ثلاثة يعني ماكسيمم. مثلا تقولك لا دكتور أنا أبغى جراحة، يعني في بالها انه جراحتك حتكون افضل لها. مع انه ممكن جراحه وهي ما تحتاج، او يعني كانك انت ذبحتي ذبانه بكلاشنكوف، يعني عندها مشكله بسيطه انت قمتي سويتي لها حل كبير. وبيجوني مثلا واحده مثلا عروس جها التهاب مثلا شديد وصار في رطوبه في الموضوع، راحت مثلا دكتوره نساء في العياده قامت عملت لها خياطه، فتدخل من موضوع انه هو لو اخذت زراعه صح مختبر صح تعالجت صح مشكلتها حتنحل، يعني توعى يعني صار لها مثلا سنة عروس فدخلت في موضوع انه لا والله كل ما صار في الجماع صار في ألم في الخياطة هذه اللي سوتها لي الدكتورة وكانه حاجة حتنفتق، كان فتدخل في دوامة ثانية. فطبعا قبل ما نبدأ انه يلا عملية يلا ليزر، اختيار المريض الصح للإجراء الصح حلو، يعني البيشنت سيلكشن هذا أهم حاجة. صحيح. طيب دكتورة ندى، يعني في نحن نتكلم عن الزمن اللي احنا فيه حاليا، هل المراه اللي المفروض تكون واثقه من نفسها ومن حالها وقدراتها هل هي لازم تكون خاضعه لكل رغبات واوامر الرجل؟ اذا هو عنده مشكله ليش انا قاعد العب في نفسي واسوي عمليات واتبهدل؟ والاساس المشكله ما هي زي ما قالت الدكتوره عمليات الخاصه بالرجل فشلت، فاذا هي تبغى تنقذ زواجها وعندها فعلا مشكله عضويه طيب ليش لا؟ إذا يعني ما عندها هذا شيء ثاني. إذا يعني أنا قلت دحين المرأة، نحن عندنا مصطلح لماذا المرأة تلعب دور الأم في الوطن العربي. نحن الحرمة تتزوج الرجال ما أدري كيف تصير أمه. ما أعرف فجأة كده تصير أمه. طيب والرجل متعود إنه هي تهتم فيه بكل حاجة وتعطيه كل، لأنه هي بتلعب دور الأم. حتى إنه هو يشعر إنه هي لا ترى هو يشعر بسيطرتها بعد. أيوة. شوي حتلاقيه يقول بيقول لك مره مسيطره عليا. أيوة. يقوم يروح يتزوج ثانيه يقول لا انت حيلاقي نفس المشكله. انت بتحسسين انه انا طفل. ايوه بتحسسيني. فبتلعب دور الام. فالمراه هنا بما انه لو كان في سبب عضوي ولجأت لتنقذ زواجها طيب بهذه الطريقه ليش لا؟ لانه هي في النهايه طيب هي الام وهي الزوجة وهي الحبيبة، ويفضل الرجل هي الاحتواء طفلها وهي اللي تضحي. لا طب تضحي عشان ايش فيها؟ يعني انا ما عندي مشكلة في التضحية اذا التضحية حتصنع رجل ناجح وابناء ناجحين. ايش مشكلة التضحية؟ هي مشكلة تضحي بس اذا هو يستاهل. اذا هو يستاهل طب يعني هو ممكن حتى لو ما اعترف التجاهل فن جميل في الحياة بس فكري في العلاقة الجنسية. حتى لو المرأة شعرت بضعف زوجها وبضعف مثلا عنده ضعف في الانتصاب او قصد يعني. ممكن المراه الذكيه تقدر تعالج المشكله بدون ما تحسر زوجها بالنقص. طيب. دكتوره نجله، جيت جاتك واحده وقالت لك ابغى اعمل العمليه دي كنوع من المفاجاه لزوجها؟ اي طبعا. فالنتاين في البالنتاين اوكي كان موسم الاسبوع الماضي
عشان كده ما كنت فاضي تطلع معنا. بس في تعليق بسيط انه في مثلا في بعض السيدات تكون عندها مشكلة، يعني مثلا يعني اكيد مثلا جاب 6-7 اكيد الموضوع ما هو زي اول اكيد طبعا، وتكون مثلا هذه يعني بشوفها خليني اقول لك 30-40%، تقول لا والله زوجي ما قال عندي مشكلة، صحيح ما اشتكى، ما اشتكى ومبسوط وعادي. طبعا هو هي لازم تقيس الموضوع على شخصية الرجل هو كيف. هل يعني طبعا في دراسة عملت البلدان اللي شملتها مصر الامارات بحرين المنطقة الشرقية، انه يعني ليه الرجل ما يعلق على الموضوع او يقول لها مثلا روحي شوفيني الموضوع، يعني مثلا روحي شوفي ايش المشكلة. يعني الماجوريتي من الاجابات انه لو هو علق كانه هو قايل انه هو العضو عنده في مشكلة. ايوه عرفتي؟ صح. فاعتبر هو لا لو قال لها بالعكس هي حتروح تشوف حل انه ليه ما صرت زي اول. يعني زي الواحدة اللي عندها كرش تروح تسوي شفط وشد بطن، نفس الطريقة نفس الموضوع يعني. صح كلامك. أيوة. الصدر تروح تسوي شد صدر نفس الشيء. فلما الزوج اللي انا ابغى اقوله، لما الزوج يقول انت ما عندك مشكلة وانت حاسة ان عندك مشكلة، لازم تشوفي لك حل، يعني لازم تسعي تشوفي الطبيب الكويس يحل لك المشكله هذه. اكيد يعني. لانه مو شرط اذا حسيت انك متغيره من انت زي اول، مو شرط انه حكم الرجل يكون هو الصح. صح. يعني انا كل دكتور في الموضوع ده حل. علشان هي كمان توصل للمتعه، المتعه اللي حتحل خليها تتمتع بالصحه النفسيه والثقه، فحيخليها تكون كنترول. ما حقول اعطي عشان بتزعل هذه من العطاء وكذا والتضحيه. طيب تعمل كنترول يعني يخليها تلعب دورها بشكل صح. يعني هو الموضوع مكمل بعض. يس. نفسي وجسدي يعني. او عضوي يعني. يكون كل شيء مكمل بعض حتى تنجح الكيمستري في الاخير برضه تكون بين الزوج طبعًا. والزوجه ضروري تكون موجوده طبعا. يعني دكتورة ندى ودكتورة نجلة جدا استمتعنا في حوارنا معكم، شكرا على كل هذه المعلومات القيمة. حياك الله. شكرا لكم، ومرة موضوعك جريء، موضوعاتكم جريئة، برافو عليكم. يا رب انه هذه المواضيع تزرع الوعي في المجتمع وتساعدنا انه نتغير، ويا رب عملياتك تنقذ كثير من الناس. ان شاء الله. يعطيك الف عافيه. الله يخليك. اشوفكم على خير. اهلا وسهلا. مشاهدينا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي.